خلال المجلس الوزاري، قدم وزير الاقتصاد والمالية أمام الملك محمد السادس عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019. ويرتكز هذا المشروع الذي تم إعداده بناء على التوجيهات الملكية، لا سيما في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، على أربع أولويات كبرى: التعليم والصحة، التشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.